مرحبا بكم في العرض على مجال الإلكترونيات الرياضية. ما هو المجال؟ مجال الإلكترونيات الرياضية ربما تكون قد سمعت بالمجال والمدى، لكن مجال الإلكترونيات الرياضية عبارة عن القيم التي يمكن أن أضعها في الإلكترون الرياضي وأحصل على الناتج الصحيح. لذا دعونا نبدأ. لنفترض أن لدي إلكترون F للإكس، إذا لدي الإلكترون F للإكس F للX، دعونا نقول F للX تساوي X تربيع، X تربيع F للX تساوي X تربيع. إذن دعوني أسألكم، ما هي قيمة X التي يمكن أن نضعها هنا ونحصل على ناتج يحقق X تربيع؟ حسنا، يمكن أن أضع أي عدد هنا، أي عدد حقيقي. إذن يمكن أن أقول هنا أن المجال عبارة عن مجموعة X. إذن المجال عبارة عن مجموعة X والتي تنتمي إلى الأعداد الحقيقية. إذن فيمكن أن نقول هنا حسنا الR مع هذان الجزئان المهمان، هذا يعني أن الأعداد الحقيقية، وأعتقد أن الأعداد الحقيقية مألوفة لك، وهي عبارة عن أي عدد باستثناء الأعداد المركبة. وإذا كنت لا تعرف ما هي الأعداد المركبة لأنك ربما لن تحتاج لأن تعرفها الآن، الأعداد الحقيقية هي عبارة عن كل عدد مألوف بالنسبة للأشخاص، تشمل الأعداد غير النسبية وتشمل الكسور وجميع ذلك. الأعداد هي أعداد حقيقية. إذن المجال هنا هو ينتمي X لX لمجموعة من الأعداد الحقيقية، وهذه الأجزاء الخلفية التي تشمل E يعني أن X تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. إذن دعونا نبدأ بحل مثال آخر يختلف قليلا. إذن لنفترض أن لدي الإقتران F X تساوي واحد على X تربيع. هل نتبع شيء نفسه؟ هل لا زال يمكنني أن أضع X هنا وأحصل على إجابة مقنعة؟ حسنا، ما هو ناتج الأف الصفر؟ ما هو ناتج الأف للصفر؟ أف الصفر تساوي واحد على صفر. وكم ناتج الواحد على صفر؟ لا أعلم ما هو. إذن هو غير معرف، غير معرف. حاول العديد معرفة ناتج واحد على صفر لكنهم لم يستطيعوا، لذا يفكر بعض الأشخاص فيما تساويه لكنهم لم يستطيعوا إيجاد قيمة الواحد على صفر أو إيجاد تعريف جيد لواحد على صفر في الرياضيات. إذن واحد على صفر تبقى غير معرفة، وبالتالي أفل الصفر هنا غير معرفة. إذن لا يمكن أن نضع صفر بين قوسين ونحصل على مجال اقتران. إذن نقول هنا أن المجال، نضع بعض الأقواس، نقول أن المجال هنا نضع بعض الأقواس حتى نوضح المجموعة التي تنتمي إليها X. هذان القوسان لم أقم برسمها ما بشكل جيد. X تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية بالإضافة إلى أن X لا تساوي صفر. X لا تساوي صفر. هنا أجريت تغييرا عن ما قمت به سابقا. قبل أن نقول عندما F X تساوي X تربيع و X عبارة عن أي عدد حقيقي، الآن يمكن أن نقول أن X عبارة عن أي عدد حقيقي عدا الصفر. وهذه طريقة وهمية، وهذان القوسان يعنيان المجموعة. دعونا نحل المزيد من الأمثلة. لنقول أن لدينا اقتران F X يساوي الجذر التربيعي ل X ناقص 3. F X يساوي الجذر التربيعي ل X ناقص 3. إذن كما قلت في الأعلى، حسنا هذا الاقتران الرياضي غير معرف،
إذن يكون في المقام صفر. لكن ما هو الشيء المثير للاهتمام هنا؟ هل يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي لعدد سالب؟ حسناً، إذ لم نكن قد تعلمنا الأعداد المركبة والأعداد الوهمية فلا يمكننا ذلك. إذن هنا نقول حسناً، أي x تصلح هنا ما عدا x تكون سالبة، التي تجعل العبارة الموجودة داخل رمز الجذر سالبة. إذن علينا أن نقول أن x ناقص 3 يجب أن تكون أكبر أو تساوي صفر. إذن x يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 3. بالتالي المجال هنا x تنتمي للأعداد الحقيقية هو x تنتمي للأعداد الحقيقية. مثل x أكبر من أو تساوي 3. دعونا نقوم الآن بحل مثال صعب. ماذا لو كان f x يساوي f x يساوي الجذر التربيعي للقيمة المطلقة ل x ناقص 3؟ الجذر التربيعي للقيمة المطلقة لـ x ناقص 3. الآن هذا نوع من التعقيد. حسناً، تماماً مثل هذه المرة، هذه العبارة الجذرية لا تزال أكبر من أو تساوي صفر. إذن x القيمة المطلقة لـ x ناقص 3، إذن يمكن أن تقول هي تساوي أكبر أو تساوي صفر. إذن لدينا القيمة المطلقة لـ x يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفر. وحتى تكون القيمة المطلقة لقيمة ما أكبر من أو تساوي عدد ما، فهذا يعني أن x يجب أن تكون أقل من أو تساوي سالب 3. x يجب أن تكون أقل من أو تساوي سالب 3، أو x أكبر أو تساوي 3. وهذا منطقي، لأن x لا يمكن أن تساوي سالب 2، أليس كذلك؟ لأن سالب 2 لديها قيمة مطلقة أقل من 3. إذن x يجب أن تكون أقل من سالب 3، وستكون في الاتجاه السالب أبعد من أو في الاتجاه الموجب. سالب 3 بعد موجب 3. إذن مرة أخرى، x يجب أن تكون أقل من سالب 3، أو x أكبر أو تساوي 3. إذن حصلنا على المجال، حصلنا عليه بصورة x تنتمي إلى الأعداد الحقيقية. أعتقد أنك فهمت الفكرة. سيكون أي عدد حقيقي هنا طالما أن x أقل من أو تساوي سالب 3، أو أكبر من أو تساوي 3. دعوني أطرح سؤالا الآن. ماذا لو بدلا من هذا كان هذا المقام؟ كان هذا المقام، هذه هي المسألة معزولة عن هذه. إذن لدينا الآن 1 على الجذر التربيعي للقيمة المطلقة لx ناقص 3. إذن كيف غير هذا الوضع؟ ليست هذه العبارة فقط في المقام، وليس هذا فقط ما يجب أن يكون أكبر من أو يساوي الصفر. هل يمكن أن يكون الصفر؟ حسناً، لا، لأنه بالتالي سنحصل على الجذر التربيعي للصفر وهو صفر، وسيكون لدينا في المقام صفر. إذن يبدو أن هذه المسألة بالإضافة إلى هذه المسألة جنباً إلى جنب. إذن الآن عندما يكون لدينا 1 على الجذر التربيعي للقيمة المطلقة لx ناقص 3، فلم تعد أكبر من أو تساوي صفر، بل أصبحت أكبر من صفر، صحيح؟ إنها أكبر من صفر، لأنه لا يمكن أن يكون لدينا صفر في المقام. فإذا كان أكبر من صفر، بالتالي نقول أكبر من 3، وسنتخلص من الإشارة المساواة هذه. دعوني أمحوها جيدا. إنه لون مختلف قليلا، إنك لم تلاحظ هذا. لنبدأ. في الواقع علينا أن نقوم بحل مثال آخر طالما بقي لدينا الوقت.
اسمحوا لي أن أمحو هذا. الآن لدينا الاقتران لنأخذ f الإكس. f الإكس تساوي 2 إذا كانت قيمة x عدد زوجي. f الإكس تساوي 2 اثنان إذا كانت قيمة x عدد زوجي. وواحد على x ناقص 2 مضروبة في x ناقص 1 إذا كان x عدد فردي. إذا كان x عدد فردي. إذن ما هو المجال هنا؟ ما هي قيمة x التي تصلح أن أضعها هنا؟ ولدينا هنا شرطان وفقا لذلك. إذا كانت x عدد زوجي سنستخدم هذا الشرط. وإذا إذن f الأربعة حسنا f الأربعة تساوي 2 هذا يساوي 2 لأننا استخدمنا هذا الشرط هنا. لكن هذا الشرط يطبق عندما x عدد فردي أيضا كما فعلنا في المثال الأخير. ما هي الحالات التي يبطل بها هذا؟ حسنا عندما يكون المقام 0. حسنا يكون المقام 0 عندما x تساوي 2 أو x تساوي 1. لكن هذا الشرط يطبق فقط عندما تكون x تساوي 1 فقط. هي ما يمكن تطبيقها على هذا الشرط. إذن المجال هنا هو x تنتمي للأعداد الحقيقية. x تنتمي للأعداد الحقيقية حيث أن x لا تساوي 1. أعتقد أنه انتهى الوقت.